سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف ما عرفت شي عن روى ولا سألت عنها ولا عرفت وين ساكنة؟ كل يلي عرفته من زمان سافرت مع أمها على أمريكا مع الست وردة وما عدت عرفت عنها شي بس ضلت روى ببالي وما قدرت نسيتها لحد هلا. يا زلمة 20 سنة يمكن روى صار عندها دزين طوليل ما بصير تضل معلق بوهم حتى ولو كان من الذكريات. يمكن إذا رجعنا التقينا ينتهي هالوهم ويصير واقع جديد يبعدني عنها وبطل فكر فيها وعيش حياتي مثل ما هي عم تعيش حياتها. يا صديق روى طفلة صارت من الماضي ومها هي الحاضر والمستقبل. خذ من الحاضر شو بيعطيك وانسى الماضي لأنه الماضي لا بقى قادر ياخد ولا بقى قادر يعطي. كل يلي بتمناه أرجع أشوفه شوف البنت الحلوة الصغيرة كيف صارت مش قادر شيلها من خيالي مش قادر أنسى وجهها وضحكتها ودموعي اللي بعيونها. كل يلي عم بتقوله ذكرى تمرق بحياة كل إنسان بتحرك القلب شوي وبتختفي ورقة قلبك مع ماها هي المنطق الوحيد على أنه حب الطفولة صار من الماضي. منشان هيك سألتك إذا الإنسان بيقدر يحب اثنين وحدة موجودة وحدة مش موجودة إلا بالذاكرة. سأل حالك شو ممكن تختار حزن وفراق من الماضي أو فرح ولقاء من الحاضر. شو بك ساكت؟ ناطر جوابك. شو ناطر جوابي؟ الحل اللي أعطيتك إياه. أي حل يا شيخ الجد؟ ترد البضاعة وتاخد مصرياتك ويا دار ما دخلك شر هيك بتحفظ حقك وأنا باخد حقي من اللي مصار فيه. صار ولا ما صار؟ كان صار لو ما كبيت البضاعة بالبحر وتخلصت منها. الله بيعوض شو بدي أعمل.
كبيت البضاعة بالبحر؟ مع مين مفكر حالك عم تحكي يا ضبع؟ يا بتقوم بتجيب البضاعة أو بتدفع اللي عليك حسب الاتفاق. اقتصادك ولا؟ اصحط علي صوتك بوجهي. عم تحكي عن حقك يا نصاب يا حرامي؟ اتفقت علي مع جامعتك وبيعني بضاعة مغشوشة وجاي تطالب بحقك؟ ومطلع لبرا ولا؟ أحسن ما تطلع محمل. لا تقوم صدق حالك أنك شيخ الجرد. قوم. أنت بنظري أنجى قواوي من وية الجرد. تحرك! صار. نجلة! نجلة! نعم معلمي. ضب ثيابك والله معك. ما عادت قادر ادفع لك اجرتك. كيف هالحكي؟ الست مريضة مين بده يخدمها؟ هي بتخدم حالها. قد ايه صار لك معنا؟ مع هيدا الشهر بيصيروا 4 أشهر. بيوصلوك على آخر قرش. ضب تيابك والله معك. مثل ما بدك، بس خليني انطر الست لترجع. قلتلك ضب تيابك والله معك. ولو يا استاذ، بعد كل يلي عملته معكن بستحق انشحط بهالطريقة؟ انت شو عملتي معنا وليه؟ لك انت عم تشتغل عنا ببلاش؟ انقبلي ضبي اغراضك وروحي من وجهي. بعد ناقصني شقفة صانع تحكي معي بهالطريقة. يلا من وجهي. وإذا برجع وبشوفك هون ما تلومي إلا نفسك. وين نجلة بعد ما رجعت لهلأ؟ ما بقى بدها تشتغل عنا. ليه؟ بعد ما قبضت الأشهر يلي كانوا مكسورين علينا؟ قبضت يعني. لكن شو السبب حتى ما بقى بدها تشتغل عنا؟ ما عاد بدها تخدم مرة مريضة. خدمتك عم بتعبها. بشو كنت عم تعبه؟ عم بتعبيها نفسياً. ما تحمل تشوف مرة عم بتنق بوجهها كل النار. بكرة كلكم رح ترتاحوا مني. عايشين لبكرة. هالقد مستعجل على موتي؟ مش حابب شوفك عم تتعذبي. مشان هيك بتتركني كل ليلة وحدة وما بترجع لوجه الصبح؟ إذا بيت حدك شو رح أعمل لك؟ ما بتقول بركي صار لي شي بهالليل؟ ما عندي حدا يساعدني أو يتطلع فيني؟ تليفون حدك والبركة بالحكيم. هيئته عارف كيف يتعامل مع قلبك.
ما عاد انفعك ولا انت عاد تنفعيني. روح في الهلا واللي قلت لك ايه خليه براسك، وكل خبرية علي القدر والقيمة مقبيلة في إلك سهرة عندي على حساب المحل. محسوبك والله بأمرك، كيف ما تحركوا رح أعطيك خبر. وداد قالت لي إنه البنت ما في حدا بحياتها. معقولي بنت بعمرها وبجمالها بعد لهلا ما عجبها حدا؟ هيدا اللي أنا كمان بأكد لك إيه، كل شيء اجيها عرسان مرتبطت بحدا، وهيدا اللي رح يجنن الست وردة. إلا ما يكون في حدا خايفيته عنكم كلكم. تابع الموضوع بمعرفتك وناطر منك جواب. وما بيطلع لي سهرة رعبون على حساب المحل؟ مش سهرة، بيطلع لك سهرتين. أهلا وسهلا فيك ساعة البدك. كان إلك معي حسبة صغيرة، إن شاء الله آخر الشهر مسامح فيها، بس بيض لي وجهي مع الشخص اللي مهتم بموضوع معلمتك. خلص، من عيني هاي قبل هاي. يلا بخاطرك. الله معك. والله يا صديقي اشتقنا للجبنة واللبنة والمربى. والله يا صديقي أنا خايف عقد ما عم ناكل لبنة وجبنة نوعش نهار ونصير نمعي بدل ما نحكي. بيي بيقول الأكل مش أكتر من حشوة بطن. هلأ ما اختلفنا إنه حشوة بطن، بس بيك نسي كمان حشوة الضرس. الأكل لذة يا صاحبي، متعة مثل النسوان تمام، كل وحدة وإلها طعمتها. كيف مسابي؟ بيي ما بيقول إنه كل النسوان مثل بعضهم، كل مين حبيبه مالي قلبه. لكن بيك مخترع المثل يلي بيقول القناعة كنز لا يفنى. بهمني ما يعرفوا أنا مين، ما بدي عمتي تحس على أي شيء، لأنه قبل ما تموت مرتي ما رح أعمل ولا خطوة غير أنه شوف لارا وتعرف عليها. هيدا الموضوع تعتبره منتي، لهني بيعرفوك ولا رح يتعرفوا عليك إلا وقت أنت بدك. عنوان بيت عمتك معي، وصار فيك تشوف لارا ساعة اللي أنت بدك. ربطوك بودي مركز التحرية، بلا تحرية وبلا بلوط، حطوه بكيس كبوه بالبحر. ماشي معلم. تعرف يا صديقي، من وقت ما خبرتني قصة روا وأنا عم فكر فيها. هل قد القصة أثرت فيك؟ مم.
عم بتخيلها واقفة على الطنبور لافة حالها بحرام مخزق عم بيطير بالهوا، والخوف على وجهها والدموع بعينيها كأني هلأ عم شوفها قدامي. حابب أرسم هالشي، حابب هالذكرى أعملها بلوحة وسميها روى، بس يا ريت بقدر شوف البيت لحتى يكمل المشهد براسي. إذا بدك منروح على الضيعة، مع أني مش حابب أرجع شوفها من دون أهلي. إن شاء الله يكون البيت بعده مثل ما هو وما يكونوا أصحابه هبطوا. صرنا مدخنين علبة دخان وبعد ما عرفت شو ناوي تعمل بسيف شملين. مش رح نكبه بالبحر، بس رح نقول للمعلم إنه كبيناه. كيف هالحكي؟ شو بدك الضبع يطقطقنا إذا عرف ويكبنا بالبحر محله؟ مش رح نقتل يا رفيق، لا كرمال المعلم ولا كرمال حدا. نحن ملفاتنا عند التحرية بعدها على الخفيف، ضربة موس من هون، سرقة من هونيك، تشليح بقوة سلاح وكله بيتزبط، بس قتل يعني المشنقة وما رح أعملها. بعدين هيدا شيخ الجرد، ونعرفوا جماعته إنه نحن اللي عملنا فيه هيك بيفرمونا فرم. ايوه، واذا هو ضل طيب وعرف انه نحن اللي غدرناه وضربناه وكبيناه بصندوق العربيه مثل لبسان، اذا جماعته رح يفرمونا هو رح يدقنا كبي بالجرن. فكر فيها. شوف يا صاحبي، شو ما عمل فينا سيف شملان بضل ارحم من الضبع يلي زللنا واكلنا حقنا والشبطه واللبطه فينا. وانت بتعرف انه اللي طار على الضبع طار امي ورجع حقي منه. ومن مدة طلبت من أبو طلال يسأل الشيخ سيف إذا بلفيني على الجرد لعنده، لأني كنت ناوي أقتل الطبع. النتيجة شو بدك نعمل؟ تعال لك. يا لطيف، طولوا بالكم رح تكسروا الباب. عاجلي شوف شو بدك تعمله. شو بدي اعمله؟ خدوه على المستشفى لشو لعندي؟ بونجور دكتور. أهلا دموزيل لارا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. شو مبين ست وردة مش معك؟ عندها شوية شغل بتخلص وبتلاقيني لهون. تفضلي. ما بدي إزعجك، بعرف بهالوقت بيصير موعد العيادة. معنا شوية وقت، فينا نشرب شي سوا إذا ما عندك مانع. لا أبدا، بشرفني. تفضلي. مرسي. شو بتحب تشربي؟ قهوة بليز. اثنين قهوة. خبرتك قصة حياتي، إن شاء الله ما أكون زعجتك بالتفاصيل. بالعكس، أنا معجبة بجرأتك وبصراحتك. بالإجمال الشباب ما بيسكوا إلا بطولاتهم ومغامراتهم قدام البنت اللي بيتعرف عليها. حبيت تعرف الواقع يلي عايشه، طموحاتنا إلى حدود وأحلام مش عم تتحقق. عليك تتابع طموحك، ما تتخلى عن أحلامك، تضل تحس بقيمتك كإنسان. تعبت ما تعبت من الأحلام، تعبت مشي الشوارع ووقف ساعات قدام الشركات، وحفظت كلمة نعتذر منك. ما في شي بيبقى حاله. ليه اخترت الهندسة الزراعية؟ يمكن لأني بحب الطبيعة والأرض. في خطة براسك، تصور معين تنطلق منه بهالمجال؟
أكيد عم تابع كل الدراسات الجديدة لضل مويك بتطور هالمهنة. عنا أرض وعم فكر نفذ عليها تصور الخاص. شو بتقصدي بالتصور الخاص؟ يعني أطلع من قواعد اللي تعلمته بالجامعة، بدي مشاريع تحمل شخصية وأفكار جديدة ومعاصرة. في تشابه بالأفكار والنظريات بيناتنا، في حالات مرضى بتبعها خارج إطار البروتوكول الطب المتعارف عليه والنتائج عم تكون إيجابية. عم بمرق بمشاعر صعبة، خصوصاً بالمسألة اللي بتتعلق بأهلي. تعبوا حتى يعلموني بجامعة خاصة وبعدهم عم يتعبوا، حارمين حالهم من كل شي ليصرفوا علي. ما عاد إلي عين أطلب منه، وما بقدر فتش على شغل إذا ما عطيوني. صحيح منعرف بعدنا عن جديد، بس هيدا ما بيمنع نتقسم أنا وياك مصروفي. أنت فهمتيني غلط، أنا شرحت لك وضعي لتعرفي من أي فئة من الناس أنا. ما كان في لزوم تقولي بتقسم أنا وياك مصروفي، كأنك بهالمعنى عم تشلحيني آخر خط دفاع عن كرامتي. ما خطر عبالي موضوع كرامتك، أنا تأثرت بوضعك وتعاطفت معك وحبيت وقف حدك بكل إمكاناتي، وإني قاسمك مصروفي هيدي علامة اهتمام فيك مش إذلال لكرامتك. قديه شخصية الحكيم بتأثر على المريض؟ أوه كتير. إذا المريض مرتاح لحكيمه يعني في مشكلة بعينيته، لازم المريض يتقبلني نفسياً بالأول ويرتاح لي إنسانياً لا أقدر عالجه وأشفي. من هالناحية ما بعتقد بتلاقي صعوبة، عندك الكاريزما يلي بيتقبلها المريض بسهولة. بيساعدني أسمع منك هالقطرة حتى ولو كنت ما بتعرفي عني كتير. فيك تعتبره قطرة أول مرة، ما بعرف إذا التقينا مرة تانية شو ممكن تسمع. بشرفني يكون في مرة تانية، وهلأ بدك تسمحي لي. صار وقت العيادة. بالضبط. أورفار دكتور. استمتعت بالحديث معك. أورفار. يمكن عم بحمي حالي من ضعف المادي، عم بحتمي بأقوى نقطة فيه كرامتي، بس ما عندي شي احتمي فيه منك. عم فكر فيكي كل الوقت. وأنا كمان عم فكر فيك، يمكن لأني تعرفت عليك من دون ما فكر ليه بدي أتعرف عليك. لحد هلأ الخطوة الأولى ناجحة، شو رأيك نكمل الخطوة الثانية؟ وشو مفكر تكون الخطوة الثانية؟ الحب. شوفك بكرة. ما جاوبتيني. جاوبتك. هيدا كل شي، كان حديث كتير عادي بس كنت مرتاحة ومرق الوقت وما حسيت. خي علامة منيحة، كان عندي إحساس رح ترجع وتلتقوا مرة تانية. بعد بدك تقعدي ولا منمشي؟ لا منمشي. فاتورة إذا بتريد. واصل مدموزان. كيف واصل؟ دفع الحكيم. وأي ساعة دفع؟ دفع بالإذن. لشو كل هالتحقيق؟ كله فنجان قهوة. Thank you.
الحمد لله على السلامة. كيف حاسس حالك هلا؟ إن شاء الله أحسن. أنت مين؟ مين جبني لهون؟ أنا إيمان عطلة، ويلي عملوا فيك هيك هني يلي جابوك لهون. شكر ربك إني مرضى وبشتغل بمستشفى، وإلا خمس حكمة ما كانوا خلصوا. مين اللي عمل فيا هيك؟ هلا بس يرجعوا ليطمنوا عليك بتتعرف عليهم. عملي معروف، اعطيني شربة مي منشى طريقي. تكرم عيونك، كباية مي وفنجان قهوة وناكل لقمة سوا. ما فهمت عليكم، كيف يعني المي طوب البحر؟ شفتوا مركب ضو عليكم وهربتوا؟ تفضل معلم. هلا نحن تقلنا منيح وكبيناه ورجعنا بالشخطورة على الشط، بس يلي قلقنا شوي انه المركب وقف بالنقطة يلي نحن كنا فيها. من الاخر شو يلي قلقكم؟ بصراحة معلم، اللي قلقنا يكون في غطاسين على ظهر المركب وينزلوا يخلصوا، لانه انفتحوا الضوء علينا وفتحوا الزمور، يمكن يكونوا خفر السواحل، اكثر شيء بيطلعوا جدي. لمح سيف حدا منكم لما ضربتوه؟ ابدا. مين هودي الشباب ربيع ورفيق؟ شو بيعملوا؟ زعران ومشكلجية ولصوص، ومن وقت ما كانوا جيراننا بالحي كانوا يوم برا وعشرة بالحبس، بس قلوبهم طيب. بتدخنين؟ دخن بس بالبيت، لأنه إذا بدي دخن برا رح يقولوا علي مش إدمية، ولا شو ركب على حالي هالصيت. تعطيني سيجارة. تكرم عيونك. انت اكيد انه اليوم تطلع سعدة من الحبس؟ هلا لما كنا عندها من شهرين قلت لنا انه مبلغوها رح يطلقوا صراحة، بفتكر اليوم. هلا اذا ما طلع اليوم بكون رحت جرتها مثل العادة. يا حسرت عليها، رح يتركوها، بس مش باقي لها من هالدنيا الا الباقي من عمرها. بكفي انه نحن بينالها وما رح نتركها مثل ما وعدنا اياها. والله لاخدمها بعيوني يا حليم، سعدة ما بتتكيفها. دبري لها محل ترتاح فيه، وإن شاء الله ما برجع إلا وهي معي. بخاطرك. الله معك وما تتأخر. على الله. هدي بدي لسير منيح، ما فيي ضل قاعد هون. يومين ثلاثة بتخلص الدواء والله معك. شو بتوجب علي؟ يومين لأني عطلت من المستشفى لأبقى حدك. صار. ها؟ وصلوا الشباب يلي بلوا إيدهم فيك. شباب. شو يا إيمان؟ كيف صار الشيخ؟ تفضل. هيك عامل فيي ساعتها، ضبيت اغراضي وفليت وانا عارفه مش رح شوف منه قرش. وصدقيني ما كنت سألاني عن المصاري، كان همي اطمن عليكي. هو عارف شو عم يعمل يا نجلة، بده ياني اترك هالبيت محمولة على كتاف، كرمال هيك كل شي بيعجل بموت عم يعمله. لا سمح الله، إن شاء الله بيموتوا عدوينك وإنت ما بدقك شوكة، بس نصيحتي تركي هالبيت لأنه صار في خطر على حياتك. رح أترك كمال،
ورح أترك هالبيت بس بالوقت المناسب. إن شاء الله يكون الوقت المناسب قبل ما يفوت الأوان. ديري بالك على حالك، وأنا من وقت للتاني بس جوزك يفل من البيت رح أبقى أجي نظف لك، ما رح أتركك وحدك. ما تخافي علي يا نجلة، بعد عندي همة أقدر أختم حالي، ولما بتعب برتاح ما حدا لحقني. روح أنت دبر حالك بشي بيت يعرف قيمتك، والمصاري اللي باقيين ليك بس يبعتوا لأهلي بوفيك إياهن. يلعن أبو المصاري واللي بيفكر فيها. روحي فداكي يا ست حنان، أنا ما بنسى معاملتك لإلي، ولا مرة حسستيني إني خادمة، كل عمرك حسبتيني أخت، وهيدا كان عندي أغلى من الدنيا كلها. دايلي قوم بالسلامة، ريتك تقبريني. الله يشفيكي ويردلك صحتك، وارجع شوف الضحكة عتمك. أمين يا رب. رح أبقى أجي أطمن عليكي. بخاطرك. الله معك. بالنهاية ريس، لو ما غيرنا رأينا وعملنا هيك كانت رح تطلع براسنا. نحن تعدينا عليك والأوامر أوامر، وانت هلأ رديت لنا إياها ولو على الخفيف، وجبناك لهون وخلصنا حياتك وعملنا اللي علينا. عمول اللي عليك ومشي بالقصة اللي خبرناها للضبع، ما تفضحنا معه، بتروح بزلطنا. بدنا كلمتك، كلمة سيف شملين شيخ الطفار اللي منسمع عنه، ووعد ما تجيب سيرتنا قدامه لا من قريب ولا من بعيد. صار، بس بشرط دلوني وين الضبع بخزن بضاعته. بدها وقت. خذوا وقتكم. يعني لا بالمستشفى رياحة ولا هون رياحة، ولا لو فاتحة مستوصف أريح لي. مرحبا يا مختار. مختار سابقا، اهلا وسهلا. بنظرنا بتبقى المختار، الله يطول بعمرك. يا سيدي الله يديمك ويخليك. تفضل اهو. يزيد فضلك. وهيدي قهوه اهلا وسهلا. تفضل. يسلموا ايديك. قديش إلك مش جاي على الضايعة يا أستاذ كمان؟ مش حاسبهم يا مختار، بس الضايعة بتضل بالبال. قلي شو بقدر أخدمك يا أستاذ كمان؟ سيجارة؟ وقفتها من زمان. أحسن لك، أنا ما عم بقدر وقفها كتر المشاكل اللي فوق راسي. ها؟ هالمرة ما رح دخن كرمالك. مشاكل شو يا أستاذ؟ مشاكل بالشغل، مدقرة شوي بهالأيام، مشان هيك جاي أسألك إذا في حدا يشتري بيتنا والأراضي اللي بقيت لنا بالضيعة، فيك تبيع لمين ما بدك إلا لعمتي. ليه تأخروا هالقد؟
ليه تأخرت هالقد؟ وين سعدة؟ سعدة تعيشي أنت. مهديت؟ كيف مهديت؟ اتعطيري على الخبرين؟ أضربت عن الأكل والشرب وما حدا عارف. ليه عملت بحالها هيك؟ ليه بدها تقتل حالها ومش باقي لها إلا كم يوم تطلع من الحبس؟ فضلت تموت وما تحملنا همها، كأنه كانت مقررة بس بدها تطلع من الحبس تطلع دغري عند ربها، لأنه الناس ما رحموه على الأرض، يمكن كانت بحاجة لرحمة الله. ما عرفت وين دفنوها؟ وين بدهم يدفنوها يا أنت؟ يلي ما إلهم بيت وعيلة بده يكون إلهم مدفن. الفريغة مش مهم وين بتكون، المهم تكون نفسها بالسماء. حسرت عليا، عايشت بلا بيت، ماتت بلا قبر. يلي انحبست وما شافت نور الشمس 20 سنة كأنها كانت عايشة بالقبر. الله يرحمها ويرحمنا نحن وعايشين، ويشفق علينا ويرقف بحالنا وبآخرتنا. رح أتكل عليك بهالموضوع يا مختار، ومثل ما اتفقنا عمتي خليها بعيدة، ما بديها تعرف بشي. ليش يا أستاذ كمال؟ إذا التقيت بعمتك رح تعرفها، إذا التقت هي فيك رح تعرفك. قديش صار لك مش شايفها؟ من وقت اللي مات المرحوم بي. وليش هالبعد يا أستاذ؟ بالنهاية هي أخت المرحوم بيك. آخر مرة جيت أنا لهون من سنتين حكينا بهذا الموضوع، وبعدني عند رأيي، ما بدي أسمع بسيرتها ولا أشوف وجهها. خاطرك. الله معك. فيك تروحي، يعطيك العافية لليوم. ما بقى بدك شي حكيم؟ الله معك. صار لك زمان ناطر؟ يعني ليه تأخرتي هالقد؟ في مريضة نطرتها لتوصل. ومين هالمريضة يلي بتنطر حكيم؟ حنان داود مرت كمال داود، إذا سمعان فيه. مين مش سمعان فيه؟ يلا بدني وصايت. لو كانت مرت حدا ما معه مصاري كانت ماتت على الباب وما حدا سأل عنها. الموضوع أكبر من هيك. أي موضوع؟ موضوع الست مع الحكيم. كيف يعني؟ يعني مثل ما أنا ملاحظة يلي بيناتهم مش علاقة حكيم بمريضته، في شيء أكبر من هيك. كيف عرفتي؟ دايماً بيعطيها آخر موعد، ولما توصل بيطلب مني فل، واليوم بالذات سمعت عليهم من ورا الباب وسمعته عم بيقلها اشتقتلي، وهي جاوبته وأنا كمان. شو رأيك؟ بدأ شو رأيك؟ مبيني واضحة، والزوج آخر من يعلم. يا رب تنجينا.
خايفة باسم، خايفة من كمال. ما في طريقة مش عم يستعملها ليأذيني، كأنه بده هالقلب يوقف لحتى يرتاح مني. تركي يا حنان، تركي. أنا مستعد أخذ لك بيت وأهتم فيك، ولما بتشفي أنت بتقرري مصير علاقتنا. كنت مقررة ما عاد شوفك. انتحر واخلص من هالعذاب، بس لما افكر فيك اتراجم، بحس يلي بيناتنا بيستحق الحياة. لو بقدر ارجع الزمن لورا، كنت سبقت الزمن وسبقت كمال وتجوزتك. لو بتعرفي لما بترجع عبيتك ببقى أنا مصلوب فوق عقارب الساعة، ناطر لأرجع أشوفك مرة تانية. بكفي لما أكون حدك، ما بحس قلبي ضعيف، بحس كأني عم استعيد دقات قلبك حتى أعيش. عم تجي كل يوم لهون ومش عم تلتقي فيه. لو كان عن جد بهمه الأمر كان حاول بأي طريقة يرجع يشوفك. مش ناطرة حدا نادي، أنا بحب أشرب قهوتي هون، بس أنت ما بدك تصدقيني. لارا، أنا صديقتك من نحن وصغار، بس اتطلع بعيونك بفهمك. هلأ يمكن عم فكر فيه. سافر من حالي أنا، بهرب من سن لسنة، بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. سافر من حالي أنا، بهرب من سن لسنة، بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. زعلان عالدني وحالي، برسم بإيدي الطريق، محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق. زعلان عالدني وحالي، برسم بإيدي الطريق، محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. والدنيا مسا وخريف.